كنا نروح لخبر اخر. المتحدث الرسمي لوزاره الاسكان والمرافق المهندس عمرو خطاب قال ان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه دكتور عاصم الجزار راح لموقع سد ومحطه جوليوس نيريري بجمهوريه تنزانيا المتحده بهدف عقد اجتماع مع وزير الطاقه التنزاني لاستعراض تطور الاعمال في مشروع السد اللي بيهدف لتوليد الطاقه الكهرومائيه. واشار الى ان الرئيس السيسي بيؤمن باهميه وجود فرص كبيره في القاره الافريقيه، ولذا يعد مشروع سد ومحطه جوليوس نيريري واحدا من اهم المشروعات اللي بتوثق التعاون مع القاره الافريقيه، وبيحتاج المشروع لتعاون كامل بين جميع الدول الافريقيه. ووضح ان مشروع السد التنزاني بيحظى باهتمام كبير من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدليل على ذلك ارسال الوفد المصري لتنزانيا وهو ما يحمل رساله طمأنينة للشعب التنزاني. شفنا رئيسه وزراء او حكومه تنزانيا لما جت مصر، وشفنا الاستقبال، وشفنا قد ايه يعني الاعتزاز طبعاً. والعلاقات الوثيقه ما بين مصر وتنزانيا. لا، هي فلسفه الزياره دي ان مصر تنقل تجربتها الرائده. صحيح. بلا شك، مش بس في بناء سد عظيم في تنزانيا. لا، لان كمان مصر اصبح عندها خبره كبيره جدا في اعاده البنى التحتيه. مصر لما اعادت بنيتها التحتيه في 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 الداخل المصري، التجربة أغرت الكثير، وده برضو ده جهد يذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي. كل مسؤول يجي هنا مصر يخليه يعمل زيارة لما يحدث على أرض الواقع. يعني يجي مسؤول، يجي وزير أو يجي رئيس دولة، يروح العاصمة الإدارية، يروح العالمين، يروح يشوف المشروعات اللي بتتم فيها مصر. ده بيعمل عمل إعادة تثقيف، ده غير الخبرات اللي اكتسبتها الشركات المصرية. الشركات المصرية أصبح عندها خبرة كبيرة جدا. يعني أنا لما أشوف وزير الإسكان بيسافر لتنزانيا، ده بلا شك دي مشروعات اسكانيه هتتم في تنزانيا. لانه احنا عندنا خبره كبيره، عندنا تطور كبير في المساله، بننقل التجربه المصريه. الان التجربه المصريه صارت علما في المنطقه، ومش بس تنزانيا، ده في كذا دوله. العراق ابرمت عده اتفاقيات مع مصر لإعادة الاعمار، في ليبيا، في عدد من الدول، حتى في عدد من الدول. الزياره دي مهمه جدا. الزياره دي مش بس تفتح افاق في افريقيا، دي بتقول لمصر، بتقول لافريقيا ان عندهم دوله رائده في اعاده البنى التحتيه. واعتقد ان افريقيا قاره بكر، وفي السنوات القادمه ستدرك يعني يقينا انه التجربه المصريه هي تجربه مش بس اثرها المفيد على الداخل، كمان ايضا على الدول الخارج.